شاهدينا دلوقتي، خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن البطولات والتضحيات اللي قدمها رجال الشرطة، وخصوصا معركة الإسماعيلية سنة 1952، واللي كانت شاهدة على بسالة رجال الشرطة المصرية في مواجهة الاحتلال، كمان الدور الكبير اللي قاموا بيه في مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار. الشرطة المصرية تاريخ طويل من التضحيات والبطولات، تاريخ سطر بأحرف من نور، حكايات مكتوبة بالذهب في سجلات التاريخ الوطني المصري. في يوم 25 من يناير تحتفل شرطتنا المصرية بعيدها الذي يعد تخليداً لذكرى موقعة الإسماعيلية عام 1952، والتي راح ضحيتها 50 شهيداً و80 جريحاً من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي. انطلقت شرارة هذه المعركة في صباح يوم الجمعة الموافق 25 من يناير عام 1952، عندما قام القائد البريطاني بمنطقة القناة أكسهام باستدعاء ضابط الاتصال المصري وسلمه إنذاراً لتقوم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية بتسليم أسلحتها للقوات البريطانية وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة، فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطاني، وهو ما جعل إكسهام وقواته يحاصرون المدينة مع تقسيمها إلى حي العرب وحي الأفرنج ووضع سلك شائك بين المنطقتين بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحي الراقي مكان إقامة الأجانب. وهنا قابل قائد قوات الاحتلال إكسهام اليوزباشي مصطفى رفعت قائد بلوكات النظام الموجودة بمبنى محافظة الإسماعيلية لإخلاء المبنى، فرد عليه قائلاً: إذا لم تأخذ قواتك من حول المبنى سأبدأ أنا الضرب، لأن تلك أرضي وأنت الذي يجب أن ترحل منها وليس أنا، وإذا أردتم المبنى فلن تدخلوا إلا ونحن جثث. وهنا بدأت المعركة، وقاتلت قوات الشرطة ببسالة وقدمت أشرس معركة في تاريخ الوطن ضد الاحتلال البريطاني. وظل أبطال الشرطة صامدين في مواقعهم يقاومون ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم. ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفي إعجابه بشجاعة المصريين، وقال: لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف، ولذلك فإنه من واجبنا احترامهم جميعاً ضباطاً وجنوداً. وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريماً لهم وتقديراً لبسالتهم، حتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية في معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزي محفورة في الأذهان، يتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصري وتحتفي بها. وهنا قدم رجال الشرطة البواسل أروع البطولات والتضحيات دفاعاً عن استقلال الوطن وحريته، وهذه الجهود استمرت في حفظ الأمن والأمان ومواجهة الإرهاب، وحيث سيقف التاريخ كثيراً أمام جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على مقدرات الوطن. وعلى مدار السنوات الماضية قدمت وزارة الداخلية تضحيات أبنائها من أجل أن تقف مصر على قدميها بعد الفوضى، واستطاعت وزارة الداخلية القضاء على أغلب البؤر الإجرامية والخلايا الإرهابية التي كانت تشكل خطراً على الدولة، هذا بالإضافة إلى التصدي لكل أشكال الجرائم. وهنا أصبح المصريون يعيشون في أمن وأمان منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن مهمته الأساسية الأولى كانت تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك وقدرات مؤسساتها واستعادة الاستقرار الضروري لمواصلة التقدم. وقد عملت وزارة الداخلية أيضاً على تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية، وبذلت جهوداً قوية لتطوير أجهزتها وتحديثها بشكل كامل وإعادة تسليح أفرادها بأحدث الأسلحة والأدوات المطلوبة، وهو ما جعل الجهاز الأمني قادراً على مواجهة كل أشكال الجرائم.